مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية، استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بمقر الوزارة الطفل الفنان الفلسطيني محمد وائل البسيوني حامل قضية شعبه ووطنه، والذي يقوم بزيارة لوطنه الثاني الجزائر في غمرة الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقلال، حيث ستكون له جولة فنية في العديد من ولايات الوطن خلال هذا الشهر، وهو ما سيسمح له بزيارة بعض المؤسسات المتحفية التابعة لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق والاطلاع على المعالم التاريخية التي تزخر بها البلاد، إلى جانب لقاءات مع عدد من المجاهدين والمجاهدات وكذا أرامل الشهداء، وهو الذي لطالما غنى للجزائر ولتضحية بطولات شهدائها. بذكرى الانتقال من جيش التحرير إلى الجيش الشعبي الوطني، تستضيف فيه الجزائر ابن الجزائر وابن فلسطين محمد وائل الذي نستقبله، والفرحة تغمر كل الجزائريين باحتفالاتهم المخلدة لذكرى استرجاع السيادة الوطنية. هذا الفتى أقول الذي غنى للجزائر، غنى لأرض الجزائر، غنى لشهداء الجزائر، لكن لم تطأ قدمه أرض الجزائر، ها هو اليوم بيننا. وبشكركم جدا يعني على هذه الاستضافة، وطبعا احنا كفلسطينيين الجزائريين طبعا في دمنا وفي قلب كل فلسطيني. أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي مزيان على عملية الإعلان عن نتائج الدورة 25 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين، حيث تم بالمناسبة ترقية 57 باحثا إلى صفة مدير بحث و33 أستاذا إلى أستاذ بحث باحث. العملية تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي ببلادنا. كان فيه ترقية الأساتذة، أساتذة التعليم العالي، وكان فيه كذلك ترقية أساتذة محاضرين قسم ألف من قطاع التعليم العالي في جويلية 2022، واليوم إعلان عن نتائج الأساتذة الدائمين الباحثين الدائمين في مسار مدير بحث وأستاذ باحث قسم ألف. شفنا ارتفاع في نسبة المشاركة، وهذا عن طريق الرقمنة، أي الرقمنة أعطت نتائج أساسية في هذا الإطار وسمحت للباحثين الدائمين باش يشاركوا أكثر، وهذه المشاركة سمحت باش يكون فيه كذلك نتائج حسنة للمشاركين. طلبويا الآن، حيث باشرت مديرية التربية لولاية وهران في استقبال ملفات الأساتذة الوافدين في تدريس اللغة الإنجليزية، وهذا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وتطبيقا لتعليمات وزير التربية. العملية جرت في جو تنظيمي محكم. المتابعة في الموضوع مع أبو بكر منصوري. بعد دراسة عميقة للخبراء والمختصين حول اعتماد اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي انطلاقا من هذا الموسم، باشرت مديرية التربية لولاية وهران على غرار جميع ولاية الوطن في استقبال ملفات الأساتذة الراغبين في تدريس هذه اللغة في جو تنظيمي محكم. ما كانش كاين كونكور من ديبي 2017، وهذه الخطرة القرار زعما كان في صالح لي ستيدون تاع لونجلي مليحة. فوزينا الدوسي تاعنا، استقبلونا بيان، شاشة راقة، حنا الله يعطيهم الصحة خويا، اللي يجي هنا يعاونوه. غادي يعطيونا فرص شابة، وإن شاء الله إن شاء الله كاع الناس يستفادوا من هذه الفرصة. نتمنوا قرار سيادة الرئيس الجمهورية اللي مشكور على هذا المجهود، الحمد لله سيت اون بون انيسياتيف، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. هذه الخطوة لاقت ترحيبا باعتبارها ضرورية من أجل الانفتاح على العالم ومواكبة تطورات العصر وكذا توفير فرص للعمل. ومدير التربية لولاية وهران سارعنا على الفور في تنفيذ التعليمات وتطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية، وين خصصنا مكتب في مقر أو الملحقة مديرية التربية في غموراسن ليالو سابقا. بدينا في استقبال ملفات منذ أول أمس، سجلنا أمس مساء تسجيل 871 ملف موزعون على شعبتي الإنجليزية، نوع الإنجليزية وترجمة من وإلى الإنجليزية. ترحيب واسع من كافة المستويات النخبوية والتعليمية، مما يفرض شروطا موضوعية لتأمين هذه العملية.
700 طفل من مختلف مناطق الوطن في جولة إلى مراكز العطل والترفيه بسيدي فرج بالعاصمة قصد الاستجمام والتعرف على ما تزخر به الجزائر من معالم سياحية. هذا ما كشف عنه وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق في زيارته التفقدية لهذه المراكز التي شملت كل من المركز الدولي للشباب، مركز الإمام بن باديس ومركز الشيخ المقرني. قمنا بزيارة يعني ميدانية للمخيمات السياحية الصيفية المقامة على مستوى العاصمة، والتقينا بالأطفال القادمين من ولايات الجنوب والجنوب الكبير. كان الحق يعني شفت يعني هناك حركية جيدة، هناك تكفل جيد، هناك يعني رعاية من حيث الجانب اللوجستي، من حيث الأنشطة البيداغوجية. وفي فصل الصيف يكثف عوان مصالح الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة يكثفون من خرجاتهم الميدانية لمراقبة المواد الغذائية سريعة التلف بهدف حماية المستهلك من أخطار التسممات الغذائية المحتملة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. عن كثب عيسى تومي. مع حلول فصل الصيف تكثف مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية غردايا من خرجاتها الميدانية لتحديد مدى مطابقة المواد والسلع لمعايير السلامة الصحية، خاصة فيما يتعلق بمدى احترام سلسلة التبريد. يضرع عنده درجة حرارة في الصيف لازم تكون في الفريق، ما يكونش لا برا. لازم تكون رقابة مليحة للمستهلك ومليحة لفني البائع. اللحوم الحمراء كذلك المشتقات نتاعها، كاين طبعا هذه المنتوجات سريعه التلف درجه الحراره، وبالتالي يجب ان تكون مخزنه تحت التبريد، ما تنقطع سلسله التبريد، لانه اي انقطاع سلسله التبريد سوف يؤدي الى تلف هذه المنتوجات. وتستهدف هذه الخرجات الميدانيه المراكز التجاريه، خاصه لمراقبه اللحوم بانواعها ومواد الحليب ومشتقاته، والتي قد يسبب تلفها اخطارا صحيه على صحه المواطن. قمنا بتسخير 8 فرق على مستوى المدنية لضمان الرقابة حتى في الفترات المسائية والفترات الصباحية، يعني عندنا فرق رفقة مصالح الأمن. كما تقوم ذات المصالح بحملات توعوية وتحسيسية في أوساط الباعة والمستهلكين بضرورة احترام هذه المعايير حفاظا على صحة وسلامة المستهلك. اجتمع الرئيس والمدير العام لمجمع صنع الغاز مراد عجال بمقر ولاية جانت بممثلي المجتمع المدني، حيث استمع لأهم انشغالاتهم المرفوعة. وبالمناسبة نوه مراد عجال بالمجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل ترقية الخدمات والتزويد الأحسن بالغاز والكهرباء من خلال برمجة العديد من المشاريع لفائدة ساكنة هذه الولاية الفتية. دوليا الآن، وفي تايوان تصعيد خطير يحوم حول مضيق الجزيرة بعد تأكيد وزارة الدفاع التايوانية هذا الصباح أن قطعا بحرية ومقاتلات صينية عبرت الخط الفاصل بمضيق تايوان مؤكدة استعدادها الكامل للحرب. يحدث هذا بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من المناورات العسكرية الصينية التي تلت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي لتايوان. واشنطن من جهتها تؤكد الاحتفاظ بحاملة طائراتها وسفن تابعة لبحريتها قرب تايوان، فيما دعا اجتماع وزراء خارجية آسيان بكمبوديا إلى نهج سلمي لحل النزاعات في المنطقة. في جديد الوضع بأوكرانيا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية بمدينتي أفديفيكا وبيتسكي في دونيتسك، مما دفعها إلى الانسحاب. من جهة أخرى اعترف الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن جيشه يتعرض لضغط شبهه بالجحيم في إقليم دونيتسك أمام تقدم القوات الروسية في المنطقة. أكد الحلف الأطلسي بأنه لا ينبغي السماح لموسكو بالانتصار في هذه الحرب. عودة إلى أخبار الوطن، ونختم بإحدى منارات الإشعاع الدينية التي تسهر على تلقين تعاليم الدين الحنيف للصغار والكبار. المدرسة القرآنية لبلدية غوالفا بتيالت لا تزال محافظة على تعليم صور الذكر الحكيم باللوح والمحبرة كإرث للأجداد أثبت نجاعته عبر الأجيال المتعاقبة. يقول مراد عبروس. بهذه المدرسة القرآنية التي تعد ملحقة لزاوية الغوافلة ببلدية عين الحديد،
يتوافد طلبة العلم لحفظ كتاب الله في أقسام للتلاميذ الصغار والبنات، وأخرى لمحو الأمية للنساء الكبار والطلبة المقيمين. تحق بالمدرسة وحافظة ثلاث أحزاب مانس. عندي 5 أحزاب، 3 ونصف من حفظ من كتاب الله، 30 حزب نمحي 13 أيام في السنة. 8 نقفل 60 حزب في هذا المدرسة. يعني خير شيء بالصلاة، كنت واحد التحيات ولا الزكيات ولا ما كنت نعرف حاضر وكراني نعرف كنت الحمد لله وما نعرفش. دخلت عند الشيخة هذه الحمد لله ما كنت خسر منها. ذكرني شوية الحمد لله نقرأ ونكتب. الحفظ باللوح والاستعانة بالمراجعة الجماعية هي الطريقة المعتمدة لترسيخ كتاب الله لدى المتعلمين. أولا عليك أن تعلمهم القرآن، ثم الآداب والأخلاق والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق القرآن الكريم، فهذه مهمة ما بعدها مهمة. تمرنا معهم تقريبا 2 سنين، ثم وصلنا بهم إلى مرحلة أنهم يتعلمون القراءة والكتابة. تخرجت هنا والحمد لله أيوة راني هنا نقضي فيها الذراري هذو. الطريقة اللي تألفوا عليها أجدادنا وآبائنا من الأوائل إلى الآخر هي تعليم القرآن عن طريقة اللوحة والشيخ والقلم والدوات والممحات، هذه هي طريقة تاع والدينا وتاع أجدادنا، وبها اللي وصل القرآن من جيل إلى جيل إلى جيلنا هذا، وما غير هذه الطريقة يصعب تحفيظ القرآن الكريم. نشر وتطوير الثقافة القرآنية وتربية النشأ على كتاب الله هو ما تعمل عليه المدارس القرآنية. بذكر الحكيم نختم نشرة اليوم، شكرا على حسن إصغائي والمتابعة. جمعة مباركة يا من المحبين.